يقول السائل: ما حكم الغلو في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزيله في غير منزلته؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، السؤال اللي عن الوسواس، الوسواس إذا لم تتكلم لا يضرك. قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فمجرد حديث النفس والخواطر هذا لا يضر، وعلى الإنسان أن يستعيذ من الشيطان ويترك الوسواس ولا يلتفت إليه ولا يهتم به أبدا. وأما الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته فهذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجال: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. نهاهم أن يقولوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، لأن هذا إذا قالوه في حضرته صلى الله عليه وسلم يكون فيه غلو، وإلا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن نهاهم أن يقولوا هذا في حضرته صلى الله عليه وسلم. ولما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم منافق يؤذي المؤمنين، قال بعضهم: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعيذ به من أذى هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستعاذ بي، وإنما يستعاذ بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه، وأمر أن يقال عبد الله ورسوله، هو عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، ويكفيه هذا شرفا عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: ما حكم الوضوء من مبردات المياه إذا حان وقت الصلاة وكانت دورات المياه مزدحمة؟ لفظ الحديث الذي سقته: إنه لا يستغاث بي، قال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. منعهم صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ لأن فيه غلوا. نعم.